قامت مؤسسة الجرح التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع لحوم ووجبات على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، ويأتي ذلك لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى، حيث تقوم المؤسسة بتوزيع اللحوم على المستحقين طبقا لقواعد البيانات المدققة للوصول للدعم الأكثر احتياجا. مؤسسة الجرح السنة دي الحقيقة، وكل سنة وهم طيبين وربنا يجعله في ميزان حسناتهم إن شاء الله، بتذبح عدد من العجول يتجاوز 50 أو 60 عجل عشان توزعهم على أخواننا البسطاء في محافظة الفيوم، وده طبعا لإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم. بندخل دلوقتي على مرحلة التجهيز الأضاحي للعيد، طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، بتطلع تتوزع على المستحقين طبعا مؤسسة الجرح ما شاء الله. بنشوف المستحق بفضل من الله، عملنا زي جدول بياني ان اللحوم دي بتوصل للمطلقات للارامل للاسر اللي هي ضعيفة الدخل. النهارده جايين بندبح عشان نوزع اللحوم على اهلنا المستحقين، مستهدفين في الفيوم 35 طن ومستهدفين بره في الفيوم السويس والصف والعبور. احنا النهارده طبعا جايين نشارك المواطنين فرحتهم في العشر الأوائل من ذي الحجة، بنجهز حوالي 50 طن من اللحوم لتوزيع الأسر الأكثر احتياجا، وإحنا النهاردة عاملين حاجة جديدة بالشراكة مع إحدى رواد القطاع الخاص، بنقوم النهاردة بتجهيز اللحوم وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة. تحياتنا للشعب المصري وفخامة الرئيس، إحنا النهاردة فعالية تجهيز لحوم صدقات للأسر المستحقة بمحافظة الفيوم ومحافظات أخرى. إحنا جايين النهاردة بنساعد في مراسم الذبيح زي التغليف والميزان، وبنحافظ عشان نحافظ على برودة اللحمة بنسيبها تاخد درجة حرارة الغرفة، وبعدين بنوزنها، بنوزع على 60 منفذ ب60 قرية، وعاملين كشف بأسامي الناس اللي بنوزع عليها والكرة اللي محتاجة والناس اللي محتاجة، وبنوزع لهم اللحمه. بنشرف من خلال الفريق عندنا اداره الجوده والجزارين والناس اللي شغاله، بفضل الله بنأدي اداء كويس، وطبعا بنتشرف ان احنا بنقوم بالعمل العظيم ده.